روحي، إلهي يجبرك وينولك يلي بخاطرك يا حق. المهم خليكي محتاطة أنت وجوزك وديروا بالكم منيح. ماشي، قولي الله يا خانو، طمني بالك. خانو عتب مؤاخذة، أنا نسيت شغلة صغيرة بس. شو؟ يعني مو في 200 ذهبية من أصل 700 هدول رعبون تهريبك من الحبس؟ أنا أخذني الحديث ونسيت. لحظة، ولا قال لك خلص بعطيك إياهم لما أطلع من السجن، ما نحن رح نضلنا مع بعض. إيه شو عليه، ليش لا؟ مشي يلا روح. سكينة؟ إيه نعم أمري. أنت رتبتي موضوع الهريبة؟ عم رتبه يا خانم، الله وكيلك عم رتبه. طيب إمتى يعني؟ خفيها شوي. خلاص أنت حطي إيديك ورجليك بمي مسقعة، لا تشيلي هم. بدنا نخلص من اللي معك مشان نتفرغ لحياتنا وشغلنا. يعني ما سمعتوا الموظف الأصل العدلي شو حكاه؟ أنا خايف يكون الموظف عم ياخذنا ويجيبنا مشان عالطالعة والنازلة يشفط بهالذهبيات. اللي بده يحكي هذا الحكي بده يكون في عنده حل تاني. وأنا عندي. تفضل. خلينا نعمل مثل ما قلت ونبعت خبر لأبو طالب، نخبره إنه لمعات لساتها عايشة، وهو أكيد رح يتصرف طالما أنت شاكك إنه هي ورا خطيفته. لا أنا هلأ ماني شاكك، أنا متأكد إنه هي ورا خطيفته. شلون؟ لأنه أبو طالب الكل بيحبه وما عنده أعداء. ما عنده أعداء غير مراد ولمعات، ومية بالمية هي ورا خطيفته مشان تقتله بدم بارد وتشفي غل سنين. معناها خلينا نفكر بطريقة أخت أختها نخبره فيها، ومعارفه كتار بالحكومة، وأكيد خلال أيام رح يجيب تنفيذ الحكم. لا لا خلينا نستنى يومين ثلاثة وبعدين قلنا حكي تاني. أنا خايف تروح من إيدي نادية خانو ويروح مال كاناتها وحوانيتها وبيوتها، ونحن قاعدين عم ننتظر. لا لا بدك تاخد شنو هلأ صرنا تلميذين. طيب تلميذين بس وين المشكلة؟ يا أخي المشكلة أنا ما بحب كنت طمع على أستاذي. بدك تاخد إجرة تعليم مرتي. يا عمي فهم علي، إذا أنت عم تقول إنه المستورة بدها تتعلم من ورا الشباك والدرس ماشي ماشي، فما في داعي لهي الإجرة الزايدة. لا سيدي في داعي. يا سيدي والله ما في داعي. كلمة تانية بلغي الدرس من أساسه. طيب خلاص مثل ما بدك. يا عين عليك الحق. ها يلا يلا. السلام عليكم. أهلين وسهلين يا صبي زينوف. أهلين تقبرني، إن شاء الله ما تبلى يا حقي. يا بني ربك ازدهار، وشو جاي لعنا؟ لا جاي لعند الجيران. جاي لعنا يا بني ربك منك. تفضل ارمي عن وشيك. يو ليش لأرمي عن وشي لك أخي؟ ما في حدا غريب. أبو لمعي يعني إيش كان أنت صرت من أصحاب هيك الزعامات والعضارات والمناصب؟ ما بيجوز لأختك تبين عليك. قديش بتطبولي؟ ايه بس مثل جوزك ما مر علي طبل. ايش عم قلها ترمي عن وشها؟ شنو الاستاذ احمد عم يعطيني درس جوا عشان اخذ السرتفيكا. سرتفيكا بصراحه محمد، سرتفيكا سرتفيكا. ان شاء الله بتقور قلبي، يعني رح تصير من تبعها هذول الحبر والقلم. لسه ما شفتوا شيء، انا بدي اصير اعطي دروس كمان. الله يخلي لنا اياك، الله يخلي لنا اياك. لكان يا اختي بكره بيقولوا هذول يتعلموا وفلتوها من جهة تانية. ما بسيدي يعني خلي حدا يحكي علينا. لا أي استغفر الله. يا الله يا الله تفضلوا. ليه ازدهار بوشك على بيت المولى يلا. وشو إلها طعمة هاي بلاي؟ شو إلها طعمة؟ شرفت وأنست عمي الطالب. الله يخليك يا طالب. شرف لك والله مشلوش، لكن نسيت خبرها لما الشام إنه تجي. بسيطة عمي الطالب، بيتي وبيتك واحد. لا لا مو بسيطة، ما بصير تضل لحالك هيك عيب. أمرك عمي الطالب، كلنا بخدامتك. عمي طلال أنا سبق وقلت لك أني اخترتك من بين كل الناس لأحكي لك شو في جواتي وتساعدني بهالقصة. ويشهد الله عمي الطالب أنا كلياتني بخدامتك. ما بتقصير عمي. رد بكرر لك أنا ما بعرف ليش حاسس أنه هالمخلوقة ما انعدمت. بيني وبينك عمي الطالب وأنا عم شك بنفس الشي كمان. شفت؟ روق عمي الطالب روق. لك والله مروق بس الناس ضوجتني. انا عم بقول لساتها عايشه والناس كلها عم تقلك انعدمت. وين بدي روح؟ لا
لك بدي ارجع لاشغالي واعمالي، بدي ارجع لعائلتي. والله الحق معك بكل كلمه عم تقولها عمي الطالب، بس هيك قصه بدها شويه روقان. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عمي ابو طالب، رح اقوم ساوي لك فنجان قهوه تروق فيه بالك ونقعد نصفهم بهالسيره انا وياك. روح عمي ابو لمعي، ركز وخليك معي. هاد الحرف شو هو؟ اخ. لا اله الا الله، بدنا نرجع على نفس الغلط. باطل. خاء عمي، خاء مو اخ. خاء من تعلينا استاذ. اللي زينك. يعني انا بدي مثل نسيبي ابو لمعي. شلون يعني؟ يعني اتعلم اتعلم منه. ايش كان ما عندك مانع. تكرم عينك. غار مني صاري غار مني. عبقول لحالي بدي اتعلم مثل نسيبي ابو لمعي، بلكي هيك باخذ لي شي منصب بالحاره. ايه طبعا ما في مشكله. استاذ يعني عدم المؤاخذه، قديش بتكلفني الجلسه؟ جلسه؟ جلسه؟ هذا درس. لك ايه درس، جلسه مثل بعضها الذي منه. يعني استاذ اشياء لفه كلها على بعضها السيره، قديش بتكلف؟ ما تاكل هم سهر، دروسك على حسابي. عجد؟ لك انا عم امزح، واذا بدك بتبلش من هلا. يلا بسم الله استاذ بسم الله. ارو بلعك. ركزوا بالدرس. تقبري قلبي بدي يصير مثل جوزي زين. شش تكيني عم تابع الدرس هيك هلا عم تعملي معي لك افتكار. شش ما بدي روح علي ولا حرف منه. ايه وانا بدي ضمي هيك عم بتحروق لك مرتخي. خلص هلا بس يخلص الدرس انا بفتح السيره مع اخوك. عيريني سكوتك هلا. ايه الله يوفقك. خلص يلا ميمي سموا بالله. سموا 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 بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما قلت لك يا ام طالب، الحمد لله مال الشام قامت بالسلامة وولدت وارتاحت. حاجة لازم ترجع على بيت جوزها. يعني الزنة ما قصر لا معها ولا معنا. بعدين المرة دخلت شو لها غير جوزها وبيت جوزها. مزبوط تقبرني عم تحكي، كلامك درر يا بي. مزبوط يا صالحة. المرأة إلها غير جوزها وبيت جوزها ولا لا؟ وين يا بي؟ شبعت يا بي. بس ما أكلت شيء. أكلت ببيت المولى. صالحة. نعم يا بي. شو بكي؟ ما في شيء. هيك بتقومي وأنا عم بحكي معي؟ لك ماما ما حلوة تقومي وأبوكي لساته قاعد. من بعد إذنك يا بي ومن بعد إذنك يا أمي، تركوني على راحتي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طول بالك تقبرني طول بالك. والله هو عم يحكي كرمالك يا صالحة. والله طلعي فيني حاكيني بس كلمة. والله هو كرمالك. تعرفي لأبو طالب شو طيب؟ خطي يا بي والله مو بإيده. ما اختلفنا يا بي، بس كل ما طارت الشغلة بتيبس رأسها وبتعادت. قنعوها. طول بالك تقبرني هاليومين ثلاثة، بدنا نشوف الشيخة حفصة شو بده يطلع معها. بعدين قلنا كلام تاني. لا إله إلا الله على هالسيرة. خفوها خفوها يا أم طالب. مريم الله يرضى عليك يا بنتي، أنت فيك تأسري عليها قنعية. يعني ما حلوة اطلع بالفشلة قدام عدوات الحارة وأهالي الحارة. في فرمان بده يطلع بتزويج العازبات هون.
الله كريم تقبرني. الله كريم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. شبعت أنا الحمد لله. طالب الصبر حدود. أنا أكثر من هيك ما عاد فيني. يا بنت الحلال، المحبة والرحمة شيء والاهتمام بمستقبل أولادنا شيء تاني. طلع فيني لقلك، نحن محبتنا لأولادنا يا بنت الحلال بيعني أنه نهتم بمستقبلهم ونحرص على كل شاردة واردة بحياتهم. لازم نفهمهم شو يعني العيلة، شو يعني الزواج، شو يعني الخلفة. هلا أنا عندي أغلى منكم يا عم طالب. لا والله تقبرني ما عندك. لذلك الله يرضى عليك خلال وقت محدد لازم تقنعوها. يعني أنا لو ما كنت مشوش لراسي كنت جبرتها، كنت غصبتها، واللي بده يصير يصير. خلص تقبرني خلص، كلامك أوامر. مساء الخير. مساء النور. خير طولت، شغلت لي بالي عليك. اخ يا سميرة، اليوم كان عندي شغل كتير بالوزارة. يعطيك ألف عافية. الله يعافيكي. المهم احكي لي شو صار معك مع الجماعة؟ بيني وبينك عائلة بتنشرب مع المي العكرة من الأم للبنات، كلهم حشمة وزوقه أكابرية. أيوه تمام. ولا هالصالحة يخزي العين حوله وحواليها نقطب مصحف كلها أخلاق وحشمة وترباية. المهم تكوني حكيتي بالموضوع مع الست مريم. حاولت احكي وتمنيت بس من عشقتهم بالخمسه ما صار مجال ابدا. بس كنتي لازم تحكي معها يا سميره. ليش هي مو عندها علم انه نحن ناويين ناخذ اختها صالحه لاخي؟ قصدي لازم تساليها حكت مع اهلها ولا ما حكت لحتى نعرف. والله لا فضجي ولا كنو، على سوس وكراويه وتمر هندي، واخر شيء ابو طالب بعت مع شغيله ثلاث طرطال صفيحه. يا سلام. تفضل يا خانم العشاء جاهز. والله جوته، أنا تعبان وجوعان كثير كمان. يلا تفضلي. ستي يا ستي خير؟ لك الأمور عم تسهل كثير. شو في أحكي؟ مدير السجن؟ شو؟ أخذ الليلة إجازة ورح يغيب عن السجن شي 10 أيام. شو يعني ما فهمت؟ يعني مهرب جنابك صار أسهل بكتير هلا. إمتى يا سكينة؟ أنا وعدتك يا خانم ما رح أخلف بوعدي. أيامه بتكوني برات السجن، ما بقي إلا نشتري حراس مدخل السجن. وشو عم تستني؟ ما تشتريهم؟ يعني بيني وبينك هنن طمعانين شوي. قد ايه بتكلف كل القصة؟ يعني تقريبا شي 50 ذهبية. ما أنا مشكلة، المهم يكون الموضوع مضمون 100%. أنت تطمني. امسكي من إيدي بس ديري بالك منيح. إيه ولا يهمك. ليكي فتي هون وهون، المهم اطلع بسرعة. تأمري. يا ويلكن لك يا ويلكن ويا ظلام ليلكن من غضبي. ساعة يلي بطلع فيها من هالسجن اللعين. وحياتكن وحياتكن لدفعكن التمن لكل واحد تجرى وغلط معي.
لمعات. ايه لمعات. لساتك عايشة؟ ما رح موت قبل ما تموت انت. صوت أبوك يا رحمن الرحيم. عيني بسم الله الرحمن الرحيم. سلام تقبرني على عيني وراسي. فين يا مي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. رجعوا ناموا مشوار صغير ورجعت لها لأمي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أبو طالب شو صار أمي؟ لك أمي أبوكم شايف كابوس. يا لطيف يبعت لي حمى إن شاء الله. وما قدرتي تفهمي من كلامه عن مين عم يحكي؟ لك أمي الله يرضى عليكي عم بقول لك أبوكم شاف كابوس، يعني فاق عم بيصرخ ويعيطوا لي على قامتي عليه. لا وفوق كل هذا حمل حاله وراح لوين ما بيقول. بعين الله بدي شوف شو آخرته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طلال طلال يلا يلا لمعات عايشة. شو عم تحكي عمي؟ الليلة تأكدت انها عايشة. وكيف عرفت انها عايشة؟ وطالما عايشة هي ورا كل الفصول اللي عم تحصل لي. عمي فهمني مشان الله. فوت عمي فوت. خفية شوي خلينا نلحق نجيب باقي الغراض. حرك انت تعال خد طربوشي ناقص لا يقول لي شو اعمل. زكاتك عطيني هالشنطة خليني هيك عبي راسي اخذ لي سيجارة. يا سلام. لك يلا شي يوبها البيت ما لك شو بدك يا يكون لوحدة مثل ما عاد خانون قولتك. ما يكون حدا شافك وانت فايت على البيت. ها لا طمني بالك. هلأ المهم ايمتى رح تهربيها لهالمخلوقة؟ لبتنق علي يا والله ما بعرف اليوم بكرة اللي بعده حسب ما تيسر الأمور بالسجن. مسكينة الله يرضى عليكي خفية شوي وخلينا نهرب برات البلد بلا ما نقضي عمرنا كله على هبات ورعبات. من ناحية خلاص لا تشيل هم ما بسائر شنو أنا بدي أخلص من هالبلاد اليوم قبل بكرة. بس المهم أنت كل ما فتت وطلعت على البيت انتبه ما حدا يشوفك لبين ما نخلص من السيرة. عبقلك طمني بالك وارتاحي. بس أنت خلصيني من هالسيجارة تبعك وخلينا نقوم نعمل لقمة ناكلها. امت من الجوع ما أنا طول الليل عم ضبضب بهالبيت فطست من الجوع خفية. يلا حرك حرك.
وين تخبرني لوين؟ يعني هيك بدك تروح بدون ما تقلنا وين رايح؟ عندي مشاغل ضرورية خلصها وترجعي. من يوم يومك عندك مشاغل ضرورية؟ يا عبي ما كنت تطلع من البيت من دون ما تورجينا ضحكتك الحلوة. ايه والله تقبرني. الله يخليني اياك. أنا راجع على الغداء بدي شل باطو. تكرم عينك على عيني وراسي. يلا بخاطركم. الله معك تقبرني نهرولي الله معك. لا حول ولا قوة إلا بالله. كأنه صاير شيء. آمين. معناتها مطلقة عنايات خانم. لك ايه مطلقة وقالت هالشي بعظمة لسانها. ايه والله يعني اذا صحيت بقلبي بعد غفة سنين جاي استقبل فيني ونرجع زمن الماضي. لك ايه لازم وانا يلي بيت بدون جواز كل هالسنين كرمال محبتي لها. يعني صحيح هي تركتني وداست على قلبي هديك الايام بس والله مو هي السبب. لا مو هي، لان امها كانت تحب المصاري وعطتها لتاجر لبناني. لك ايه مو هي السبب، امها. ايه امها حبابه المصاري وكانت هي بس يا حسره متمنيه تتجوزني. وقبل بعرسها بيوم واحد طلبت تشوفني حول مقام النبي يحيى بجامع الأمن. وكانت دموعها يا حرام بتغسل مدن وعواصم من زعلها على محبتنا يلي قضى عليها التاجر اللبناني. أنا هو اللي قضى عليها التاجر اللبناني. وأنا وقتها يا حرام ما كان عندي لا حيلي ولا فتيلي. وهلا ايه هلا بقيت حرة وحيدة وممكن رجع محبة زمان وايام زمان. لك شو هالسيرة يلي طلعت لي على حين غرة يا امة محمد؟ شو هالسيرة؟ يا رب يا رب تلاقي لي مخرج. صباح الخير. صباحك بالخير. شو عامل حاج وين؟ نزل الجليس من باكر. طيب ليش ما قال لي كنت بروح معه؟ هو كان وده ياخدك معه لكن لقاك نايم ما حب يصحيك. يصحيني؟ أنا بدي روح معه. يلا خيرها بغيرها. أحضر لك الفطور؟ لا هلا بس يجي عمي الحاج نفطر كلياتنا سوا. أبوي فطر من باكر. طيب هلا قبل الفطور أنا بدي أعرف رأيك يا بنت الناس. رأيي؟ ما فهمت. هسا حليمة أنت فهمتي. جاوبيني ولا تصعبي علي. يا أخوي يا محمد هاني ما أقدر أجاوبك قبل لا تسأل. اسأل أجاوب. أنسى حليمة أنا من أول لحظة شفتك فيها ما بعرف شو صار لي. يعني تكركبت. تكركبت؟ يعني ما بعرف شو بدي أقول لك. صرت عم فكر فيك. من آخره أنا بدي إياكي على سنة الله ورسوله. والمفروض أني أجاوب. ما فهمت؟ اسمعني يا محمد حنا أهل عادات ولزوم البنية ما تحشي من شورها. هنا أبوي طول الله بعمره موجود وهو صاحب القول والمشهور. أنسى حليمة من إحنا كمان أهل عادات وأنا ما بدي أطلع عن الأصول. أنا رح حاكي عمي الحاج بس يعني أنا خجلان يعني ماني عارفان شو بدي فاتحة بهذا الموضوع. قلت لحالي بس إذا أنت موافقة
بتشجع وبحكي معه. ما بو لا خجل ولا حرج بشرع الله. عايزة حليمة بترجاكي جاوبيني. وين موافقت وابوي ما وافق؟ أنا ما أقدر أكسر كلامه. قول أبوي يسبق قولي. يعني أنت موافقة؟ ناظر بعيوني زين. الزوم يصلك الجواب. أحضر لك الفطور. شو ناقصني دويخة أنا؟ يعطيك العافية يا بنتي. احترامي سيدي. شو؟ عم توصي لمعاد خانم؟ أكيد يا سيدي، كل شيء مثل ما وصيتنا. يعطيك العافية. الله يعافيك. يا لمعاد خانم، يا تاج راسي، يا ست الكل. خير يا راج. في شخصين برا عم يسألوا عنك وحابين يشوفوكي. شخصين؟ أيوه. ومين هن؟ ما بعرف. ليكون وصفي ومعه حدا من معارفه؟ لا لا مو وصفي، وصفي أنا بعرفه منيح. مين بدهم يكونوا؟ هلا لو أنا بعرف كنت حليت من عندي متفقين أنا وياكي. طيب شو لابسين؟ لابسين لبس عربي آخر رتابة. وشو قلت له؟ أنا ما قلت له شيء، اللي حكى معه الرقيب ومضيعة شوي حتى يجي لعندي ويسألني ونعرف منك شو بدنا نعمل. لك ليكونوا حلمي وعدلي؟ لا لا مو حلمي وعدلي. ولا بره؟ ولا بره يا ست الكل. مين بدهم يكونوا؟ مين بده يجيني بهالوقت؟ شوفي إذا بدك بروح أنا بتفاهم معه وبرجع بخبرك مين هني. بتحبي يساوي هيك؟ هذا جاهز. لا لا ما إلي جلادي أنتصرك حتى ترجع. امشي. تفضل. ما قلتوا لي شو بتحبوا تشربكم؟ الله يخليك ما بدنا ضايقك. ما بصير ما بصير كبر واجبك. ما بصير كبر واجبك مساعد راجي. الحقيقه انا من يومين اجيت من السفر وفي لنا سجينه عندكم هون حابب اطمن عليها. سجينه هون؟ طب اذا ما بصير سئله ممكن اعرف شو اسمها؟ اكيد لمعات المحتسب. يا لطيف الدائم الله الله يرحمها. عاد ميت؟ من تاني وصلت لعنا لهم. حضرة المساعد انت متأكد انهم عاد ميت؟ طبعا متأكد. شو يعني عم يكذب عليك هون؟ طيب مساعد راجل وين تمت عملية الأداء؟ وين بتم يعني؟ ساحة المرجع. طب مساعد راجي انت متأكد انه عملية الأداء تمت بساحة المرجع؟ هلا ممكن تكون يعني معدومة مكان تاني. يعني مكان تاني مثل وين؟ يعني بدك تقول بشي قاعة من قاعات المحكمة. شيء مساعد راجي الله خلينا اياك ممكن تتاكد لنا وين بالضبط انعدمت؟ هاتوا القلم من فضلكم ودواي يا بنا حلو ركبي صفحتي من بلوتي. لازم اطلع من هون بسرعة لانه ابو طالب مانو متأكد من تنفيذ الحكم فيني وخايفة يكون عرف اني ورا مسألة خطيفته.
مشان هيك لازم اطلع فورا شرقا وغربا علي اجد بلسما ودواء هيك من ورانا لك زينو لك ايه ما هي صارت بالصدفة انا رايح لعند ابن حماي ابو لمعين ولما شفت لك هالشوفي حطيت راسي بين هالروس وقلت يا قطاع الروس ايوه وعم يصير دروس كمان ببيت ابو لمعي لك ايه ابو شاكر ايه وبعد الدرس طرقنا نقف الدين عشا على كيف كيوفك ملوكي ابو شاكر ملوكي وعشية كمان تعرف شو يا ابو شاكر هات هات لشوف زينو هات طاير اعلي بشغلة هالعلم طاير اعلي ما احلى وما يطير اعلى في احلى من العلم لك ايه بركد انا مستلم شي منصب مثل ابن حماي ابو لمعي جبته جبته والله يا مقوض جبته شو قصدك ابو شاكر ومتي العضوات مطرينك في الديوان قلن جاي تومو شرف حاج انتو السلام عليكم وعليكم السلام يعني قلنا بنجي بنسأل شو صار معك شنو بصراحة أنا كتير مستعجل بموضوع الجوازي أخرنا يعني ما رح خبي عليكم بصراحة بصراحة يعني طلبكم مو طلبنا يا خانو طلبي إلي لحالي خصمص اي والله هي الجوازي الأخي حلمي ايوه مشان نكون على بينة يعني بصراحة مثلي مثلي ما قدرت لاقي لكم هو أكيد بصراحة ما رح نلاقي مثلك شنو مثلك مثلك ما في وبعرف هالشي شنو جنابك مالك أخد بس يعني يعني شو حظ عاطل يا بنت الحلال وليش عم تتنهد يعني حرام لو كنت بعرف جنابك قبل ما تتجوزي شو قصدك؟ قصدي حرام تكوني من نصيبي من الأساس يا بنت الحلال شو شايفتك سكرتي الباب؟ لك والله الشاب دايف فيكي وبيسوى 10 من وحيد الأهبال عشان عم تحكي؟ أنا أختك بدي أغشك افتحي 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 الباب في له قوام يبعت أهله كيف بسمتي وديني خجلت؟ من شو؟ إيه من جرقته لهالدرسان؟ يا هبلة الشاب لما يكون حمش أحلى عن جد عم تحكي لسه بتقلي عن جد وبطيخ مبسمر عم قلك افتحي الباب وقلي له انك مطلقة وفهمي كل شيء وقلي له يبعت أهله لك بس يا سعاد لسه بتقلي بس ما بدها بس خلص حاج افتحي الباب وقلي له انه انتي رضيانة وخليه يجي اليوم يبعت أهله اي مو بكونوا راحوا قال بيكون راحوا قال لا حبيبتي الشاب هي ما فيكي ودايب وأكيد واقف برا هو ورفيقه افتحي الباب وقولي مثل ما قلت لك لا تحملي هم يا خانو أنا سمعت جناب ضيفتك شو حكيت وبإذن الله الليلة الأهل بكونوا عندك وبيطلبوكي رسمي برسمي وأنا بخدامتك من الإبرة للجمال شنو أنا شاريكي يا خانو بصير خير تكلوا على الله خلينا نمشي شوي شو قلت زعيم؟ لك انت ما لاحظتني على معامل مدير السجن انه كان متلبك وعم بيحكي كلام شروي وغراوي مزبوط زعيم ولما كنا نسأله عن لمعات كان يتلبك وفوت ببعضه ايه والله صح الحكي بس يا ترى هو له مصلحة يكذب علينا؟ والله شاككني هالبي بس يا زعيم كل المعطيات بتقول غير هيك لك عمي سبق وقلت لك لمعات قادرة تشتري كل عناصر السجن شو قصدك فيها هي زعيم؟ ما بعرف ما بعرف لا إله إلا الله محمد رسول الله اسمعنا لك العمى على هالقصة شلون بدنا نلاقي أهل قدامنا يا خالد يعني مثل العادي عندي شلون ايدي بزنارة؟ لا سألني شلون؟ أنا ما بحكي معك غير معذور بس فهمني شلون؟ هلا أنت مو بدك نسوان تقول لك يا رسمي شي؟ معلوم
مو شايفني مشلوش بهالسيارة لك عدلي؟ خلاص باخذهم من هالشوارع. لك يقبرني ربك. اقل منا. السلام عليكم. عليكم السلام. الله بركاته. شبيب يا ابو طالب شبيب. شغلت بالنا؟ لا توقفونا انشغلنا شوي بالخانة. حصل خير يا ابو طالب. سيدي. هي التكلفة اللي حكينا فيها يا ابو طالب. ايوه. يعني رحت لعند احد معارف الاطباء وحسب ليها على قرش. بصير خير. تفضل. هي اللي استنى. يا الله. ها؟ صباح افندي اذا استلم شغلة على البكلة. الله يخلينا اياك. اخي ما مشكلة. التكاليف علي مباشرة وانتم. الله يبارك فيك يا ابو طالب. الله يخليك حق. الله يديمك للناس الفقراء. الحمد لله شيخنا الحمد لله. وبالنسبة للشباب فهذا الشيء صار عندك يا ابو طالب. ما مشكلة. نحن خلال ايام نحدد مين الارسال بنمشي. اتكلنا على الله. على بركة الله. ويعمل ابتكار. يا بدرو. خلص روح انا بحاسب ابوك. روح سلم لي على ابوك. الله يسلمك. السلام عليكم. مع السلامه. اسود وقلبه ابيض الباذنجان زياني يا بندوره. شو هالزباين اللي لا بتسر ولا بتنوم عند الصبح؟ شو هذا؟ السلام عليكم ابن عمي. وعليكم السلام. الله لا كان جاب الغلا. شو اللي جابك يا ام مرزوقه؟ شو اللي جابك؟ انا ما منبه عليكي ما تطلعي برات البيت. مو بعتت خبر اختك ام صافي ابن هالليله جاي لعنا؟ ايه. شو ايه يا ام مرزوق؟ بهالحاله صار لازم تكثر الخضره والفاكهه، شنو زادوا المعازيم؟ هلا اختي اللي بعتت خبر ولا انت اللي نكشت الموضوع وعزمتيها بدك تبيضي وش على كتافي؟ اه؟ يو ايه بزمتي بديني، هي بعتت خبر وحذر ليش؟ ليش بقى؟ مو دريانه من جارتها انه حرمت ابو لمعي الحلاق واخته حرمت زينو القهوجي، عم يتعلموا على ايدين ابن ابو احمد؟ ايه شو عم يتعلموا؟ ايه شو ايه؟ صار اختك بدها تتعلم وتعرف تفك الحرف. الحاصله خلصيني وراي شغل، حديثك كله لا بسر ولا بنومس. مثل ما فهمت منها بدها تيجي تحكي معك الليله مشان تحكي لها مع احمد ابن ابو احمد مشان يعلمها القرايه والكتيبه. ناوي اختي تفضحنا باخر العمر وتكشف حالها على الغريب؟ لانه مثل ما فهمت حرمت ابو لمعي واخته عم يتعلموا من ورا الشباك بجمله هالرجال اللي عم يتعلموا بارض الديار. ها روحي روحي انا هلا بعتك خضره وفواكه. هي مرزوم كما تقولي عن جوزك انه بخيل مسكي يعدمني اياي اللي دلني على بيتكم نسوان لا بتسر ولا بتلومي. بدها تبيض وش على كتافي اسود وقلبه ابيض الباذنجان. ريانه يا بندوره ريانه يا بندوره بس وزي 10 كبار مال اللوان. عمي خير يا وليدي؟ بصراحه عمي انا بدي احكي معك بموضوع وماني عارفان من وين بدي بلش. خير يا ولادي؟ صاير معك شيء؟ شو بده يصير معي يا عمي؟ يعني انت والانسه حليمه مغرقيني بافضالكم وبمعاملتكم المنيحه معي. لا عاد وش السالفه؟ عمي انا وقت اللي طلعت من الشام ما كنت عارفان وين وجهتي. فجاه عمي ما لقيت حالي غير عندكم هون. يلا حيك. عمي انا قلبي هو اللي سالني لهون. عمي ليش تحكي معي بلا الغاز؟ احكي دغري وقول وش بدك تقول. يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده لك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار روح يا ريحان سلم احباب القلب.